السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في روضة إنسان النموذجية. اليوم سوف نتعلم مادة اللغة العربية لطلاب الكيجي 1. عندنا اليوم يمس مادة مراجعة، يعني بدنا نراجع الحرف السابق اللي إحنا أخذناه. ما هو الحرف اللي إحنا أخذناه؟ حرف الذال. أحسنتم، حرف الذال. صوته إب. حرف الذال وصوتي إب. حرف الذال وصوتي إب. نتذكر كيف شكله حرف الذال؟ حكينا إنه شكله منحني مثل حرف الدال، إنه كمان ظهر الواجع بيمشي مثل كبار السن، ولكن في إشي بيميزه. شو هو الإشي اللي بيميزه؟ إنه في ذبابة على رأسه، يعني في ذبابة يمس على رأسه، تظل ملتصقة في رأسه. إذا حرف الذال وصوته إب. خلينا نراجع نشوف كيف طريقة كتابة حرف الذال بالطريقة الصحيحة. حكينا عن طريق ثلاثة خطوات. أول مرة لو خط مايل، لو عبر هذا السهم خط مايل، بعدين خط مستقيم، بعدين نقطة. هيا يا مس. إب إب إب. أحسنتم. طيب يا مس، خلينا نكتب حرف الذال بالطريقة الصحيحة عبر هذه النقاط. خط مايل يمس، بعدين خط مستقيم، وما تنسى النقطة اللي على رأسه اللي شبهناها بالذبابة الملتصقة برأسه. حرف الذال وصوته إذ، وأيضا يأتي حرف الذال جالس على السطر، يأتي جالسا على السطر. كمان مرة، حرف الذال وصوته إذ. حرف الذال وصوته إذ. حرف الذال وصوته إب. طب يا مس، إذا انتبهنا حرف الذال ماشي لحاله وما بيمسك بأي حرف، طب يا مس ليش ماشي لحاله وما بيمسك بأي حرف؟ إلا في حالة واحدة، إذا كان في آخر الكلمة بيمسك. طب يا مس هون ليش ما بيمسك بأي حرف؟ لأنه من الحروف النارية، هو ثاني حرف من الحروف النارية. شو يعني اسم الحروف النارية؟ لأنه إذا بمسك أي حرف ثاني بحرقه، إذا بمسك أي حرف ثاني بحرقه. إذا حرف الذال وصوته إذ. حرف الذال وصوته إذ. نيجي نضع دائرة حول حرف الذال. يلا، هل هو حرف الذال؟ لا يا مس. طب نيجي نطلع هون، بيشبه أخوه، بس هل هو حرف الذال؟ لا. شو معرفك يا مس إنه مش حرف الذال؟ لانه ما عليه الذبابه الملتصقه على راسه. اذا شو حرف الدال عليه؟ على راسه ايش؟ ذبابه. نيجي نطلع هون، في ذبابه ملتصقه على راسه؟ نعم. جالس؟ نعم. منحني ايضا؟ نعم. اذا بنحط عليه دائره. هذا هو حرف الدال وصوته إب. كتبنا، حطينا دائره ايضا على حرف الدال عشان نميزه. وايضا يا مس عنا ان نصل الحروف المتشابهه، نوصلهم. خلينا نتذكر مع بعض ما هو هذا الحرف. اخونا حرف الذال، حرف الإد. احسنتم، إد. طب مين يعطيني كلمه بحرف الإد؟ إد دوب. إد دوب. إد دوب. احسنتم. نطلع على الحرف الآخر، ما هو هذا الحرف؟ حرف الألف. أحسنته، صوته آ. حرف الألف وصوته آ. إذا إد وآ. آخر حرف إيش؟ حرف الذال. حرف الذال. حرف الذال صوته إد. خلينا نوصل مع بعض. يلا يمس، الإد مع الإد، الآ مع الآ، والإد الملتصقة على رأسها الذبابة مع الإد. أحسنتم، إد آ إد. أحسنتم. والآن خلينا يمس نشبك حرف الذال بحروف المد الطويل. مين الشاطر يحكي لي ما هي حروف المد الطويل الثلاثة؟ يلا قولي انتو. آ أو إي. آ أو إي. طيب إذ مع آ شو بتصير؟
أصبح مقطع إذ مع أو ذو إذ أو ذو وإذ وإي ذي. إذا انتبهنا بهذه الحالة وهاي وهاي حرف الذال في كل الحالات هنا ما مسك بالحرف الذي جنبه لأن حرف المد طويل لأنه من الحروف النارية لا يمسك أي حرف إلا إذا كان في آخر الكلمة. طيب حرف الذال وصوته إذ. الآن في عنا سؤال اللي هو نلون حرف الذال بألوان حلوة وألوان مميزة. يلا يمس خلينا نلون حرف الذال. لون معايا كاجي. أحسنتم. وما ننسى نلون النقطة اللي على رأسه اللي هي شبهناها بالذبابة. إذا يا حلوين حرف الذال وصوته إذ هو ثاني حرف من الحروف النارية. حكينا إذ مع آذا، إذ مع أوذو، إذ مع إيدي، ما بمسك بالحروف لأنه من الحروف النارية، إذا بمسك حرف ثاني بحبه. وإذا هون كمان وصلنا للحروف المتشابهة وميزنا حرف الذال، حطينا عليه دائرة وأيضا كتبناه بالطريقة الصحيحة. وآخر سؤال عندنا بالمراجعة لو لوننا حرف الذال بالطريقة الصحيحة. والآن خلينا نستمع إلى أغنية حرف الذال مع بعض. يلا يا مس. إذا انتبهنا يا مس بهذه الأغنية ذكرنا مثال على حرف الذال اللي هو أخذناه في الحصة السابقة اللي هو الذرة. أحسنتم. الذرة مع بعض إذ ذرة ذرة ذباب ذرة. أحسنتم. أذن. هذه الكلمات التي وردت معنا في الحصة السابقة. وهيك بقدر أحكيكم يعطيكم ألف عافية. مع السلامة.